بعد مفاوضات استمرت لشهور عدة بين الحكومة التونسية وممثلين عن صندوق النقد الدولي، موافقة مبدئية من الصندوق لمنح تونس قرضا بقيمة قرابة 2 مليار دولار أمريكي لسد العجز في المالية العمومية للدولة، وتبقى الموافقة النهائية مرهونة بإقرار القرض من قبل المجلس التنفيذي التابع لصندوق النقد الدولي في ديسمبر المقبل. ويرى مختصون أن القرض المالي من الصندوق الدولي سيساعد تونس بشكل أو بآخر على تخطي أزمتها المالية الخانقة. تعيش تونس أزمة اقتصادية صعبة، أظن أن هذا القرض، الاتفاق المبدئي على هذا القرض هو اتفاق مهم، لكن الأهم أن تتمكن تونس من نيل أقساط هذا الاتفاق تباعا، يعني هذا الاتفاق يعزز الاقتصاد التونسي وينعشه أكثر بفعل الإيرادات من العملة الصعبة التي ينتظرها الاقتصاد التونسي، كذلك يعزز ثقة المانحين الدوليين في تونس وفي قدرتها على النهوض أكثر بالاقتصاد. وحول شروط الصندوق الدولي لمنح تونس القرض المالي، ترتفع وتيرة الجدل والتساؤلات على المستوى السياسي، خاصة من أحزاب المعارضة بشأن القرض، وكذلك على المستوى النقابي، لا سيما من اتحاد الشغل التونسي، حيث حذر الاتحاد من مغبة توجه الحكومة نحو تقليص الدعم عن بعض المواد الغذائية والسلع. تحفظ اتحاد الشغل متفاهم، لأن اتحاد الشغل عادة ما يعارض رفع الدعم عن المواد الأساسية، وكذلك يرفض بشدة خصوصة المؤسسات العمومية. بالنسبة للأحزاب المعارضة هي منقسمة، جزء منها كان في الحكم وجزء منها كان يلهث دائما وراء تمويل الخارجي والاقتراض، واليوم غير خطابها كنوع من النفاق السياسي، وهذا ما دأب عليه. بالنسبة للجزء آخر هو مناوئ للاقتراض من الخارج وليقدم أي حلول في مستوى تمويل الميزانية العامة. وكان وفد تونسي رفيع المستوى يضم وزراء المالية والاقتصاد ومحافظ البنك المركزي قد توجه مؤخرا إلى واشنطن للتفاوض مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي ومناقشة خطوات البرنامج الإصلاحي للاقتصاد التونسي. بعد أن أبدى صندوق النقد الدولي موافقة مبدئية على قرض مالي للسلطات التونسية، هل تنجح الحكومة في تخطي الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالبلاد؟ ياسر دبابش، الغد، تونس.